إيه بتشرح المواسبات؟ أوكي، شو نحط على الطاولة؟ صمت، شو رأيك صمت يا أبو جوهر؟ والله حركة جديدة، نحط صمت، شو رأيك؟ صمت ونجرب، نحط مواسبات نجرب، لا ما يصلح. وين أول مرة نوب في الشرح؟ لا ما يصلح يصلح، اشتري لك قطعة قطعة قماش بس ريح عمرك، طيح وجهك. ونعم ايه ونعم ايه، هذا الشق، هذا السنة ايه ايه، وتوريهم بعد ب10 ريال، ب10 ريال. يعطيكم العافية. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، كيف الحال؟ شو اخباركم يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين ان شاء الله، مرتاحين؟ حياكم الله جميعا. اليوم استعرض لكم تكليج على طول. اليوم استعرض لكم الماوس باد، انواع الماوس باد، مزاياها وبعض العيوب. بشرحها من اول ماوس باد امتلكتها، بعدين نجي للي بعدها ومثل كذا. في الاول اجي لاول ماوس باد امتلكتها، الماوس باد هذه اللي لها ستيل سيريس، انتم شايفين هيفي كويك. لها الان عندي 5 سنوات بالضبط، 5 سنوات. شريتها من بريجيمر. عيت تطلع حتى لي بريجيمر. استغفر الله العظيم، معليش يا شباب لا تاخذوني. من اخذتها من بريجيمر قبل 5 سنين. الماوس باد ميزتها زي ما انتم شايفين هنا انها ربر. الربر هذا زي ما انتم شايفين سماكته عالي شوي، سميك. هذا وزن الماوس باد ثقيل، يعني اذا حطيتها في الارض ما تتحرك، هذه ميزتها الربر. لكن اللي البيس او القاعده اللي فوق الربر مخمل. ميزه الماوس باد كبيره، اللي هي اكس بيج سايز. اوكي، زي ما انتم شايفين مع الوقت بدأت تطلع، شايف مع الوقت. انا اغسلها، معلوماتكم يعني، كل من فتره اغسلها، والى الان استخدمها، الى الان استخدمها. هذه الان تقريبا لا 5 سنوات، توني طلبت واحده نفس الماوس باد هذه من امازون وتوا واصله. زي ما انتم شايفين هذه نفس السماكه ونفس البيس. شلت هذه صراحه، شلتها، قمت استخدم القديمه. القديمه بتقول ليش؟ القديمه مع الاحتكاك صارت خشنه، صار فيها الكنترول اعلى بالنسبه للقديمه. لكن الجديده لا، الكنترول سريع جدا يعني بالنسبه للكنترول. هذه سعرها فيها، انا انصح اللي بيشتري ياخذ الماوس باد اللي ستيل سيريس كويك هيفي، يعني تحكم سريع، وهيفي اللي هو الثقيله، يعني انها وزنها ثقيل. نجي للنوع الثاني للماوس باد. هذه الماوس باد زي ما انتم شايفين صلبه، او معنى اخر غير مرنه، مش مخمل. هذه من ريزر. بتقولوا لي الان ميزه هذه، انا اقول ميزتها انها فيها صلابه شوي، تقريبا سمول سايز زي ما انتم شايفين حجمها صغير. هذه نفس الماوس باد يجي معاها ستاند للكف هنا، ستاند ميزته انه يرفع الكف، يخلي المعصم بس هو اللي يتحرك، مثل هذا زي ما انتم شايفين بالشكل هذا. اليد المعصم نفسه يكون بالشكل هذا، يعني ما احرك يدي كامله، ما احرك يدي، بس احرك المعصم بالشكل هذا، يعني ها بالشكل هذا كذا. اوكي،
يعني حركة اليد تكون بس مقتصرة على حدود معينة، نص قوس بالمساحة هذه بالشكل هذا بالشكل هذا. في ناس تعجبهم طبيعة الماوس باد هذه، يقولون يعني انها ممتازة للسبيب، للسنايبر بالذات. السنايبر محتاج سرعة، اوكي؟ انت محتاج سرعة، محتاج حركة او كنترول اعلى من فرضا المشاة او طريقة اي كت ثاني غير السنايبر، فمحتاج انت سرعة. في حركة المعصم هذه ممتازة جدا بحيث انها تثبت اليد، يكون حركة المعصم الوحيدة فقط المتحكمة بالماوس. لكن بعض المرات انت يدك كلها تتحرك، ممكن يدك هذه مع الحركة تحرك الماوس كلها او تحرك الماوس باد تطلع معاك بشكل هذا، تروح كذا معاك او تجميل معاك من هنا او من هنا. لكن بالطريقة هذه لا، بالطريقة هذه ثابت الماوس باد معك. انا بالنسبة للماوس باد هذه وبالنسبة للخامة الماوس باد هذه مش كويسة بالنسبة لي. انا احب الصلبة جدا مثل الحديد اللي هو ما فيها انزواء. وغير كذا نفس المنتج في الستيل سيريس مثل هذه، مثل هذه الان، هذا من ستيل سيريس، اوكي؟ لكن الخامة اقوى يعني ما ينعفط معك بسهولة مثل ستيل سيريس. غير كذا في تحكم في بالنسبة للماوس باد، يعني مش مسألة انه سبيد الماوس باد القاعدة حقت سبيد، لا، القاعدة فيها مجال للتحكم، تحس انها فيها خشونة شوي. هذه انا انصح فيها، ممتازة جدا 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 الى ابعد درجة، ولكن ما تجي معها الستاند هذا، هذا يجي بس الليزر، بس منتجات الليزر. نجي الان للماوس باد الصلبة. زي ما تشوفين الان عندي هنا ماوس باد من ليزر صلبة، القاعدة تبعها حديد او الالمنيوم، الالمنيوم تقريبا، لا مو حديد، الالمنيوم، الالمنيوم مقوى زي ما تشوفين، ما تنعفط ما تنعفط معك. ميزتها زي ما تشوفين الان هنا كنترول، سطح كنترول خشن شوي، والسطح الثاني املس، اوكي، سبيد خاص بالسرعة للي ما شاء الله يعني اللي بيتحكم فيه تحكم سريع يستخدم سبيد. هذه سالفة شريتها ولا عرفت اتحكم فيها، ذبيتها او مع الاخر قطيتها في البيت، واستخدم القديمة اللي هي حقت ستيل سيريس. فسألت الاخ جوبا وش الماوس الباد اللي يستخدم، فقال لي استخدم لي اكستريم اكس كنترول. قلت يا اخي هذا عندي ما عرفت لها، قال هذه افضل ماوس باد لعبت فيها. بعدها انا صرت العب فيها، احاول اني اتعود عليها واتحكم، لين يعني صرت الحمد لله مميز فيها، صرت فنان بمعنى اخر بالماوس باد هذه. لكن انا ما العب بالسبيد، العب بالكنترول. وغير كذا زي ما انتم شايفين الحين في مجال التحكم خفيف خفيف الان. وغير كذا زي ما انتم شايفين الان، شوف الماوس باد الان، شوف حركه الماوس باد، شوف فيها سلاسه، فيها سلاسه بالماوس باد، شوف ماوس باد الماوس باد في سلاسه في حركه الماوس، فيها سلاسه مو بخشن زياده، شوف بالشكل هذا. هذه 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 ميزه من مزايا الماوس باد. غير كذا نزل موديل جديد نفس الماوس باد هذه، موديل جديد اللي هو هذا، اللي هو هذا، هذا صلب لكنه مش الومنيوم، بلاستيك مقوى، اوكي، زي ما شايفين الان هنا. هذا هو الاملس السبيد، وهذا الخشن الكنترول. انا ما افضل هذه، ما حبيتها، انا حبيت القديمه بشكل. لكن لاحظوا نفس الشيء، نفس الشيء في 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 خلينا نقول سلاسه في الحركه. خلينا نحول على السبيد، بسم الله. فبالنسبة للكنترول اسرع في سلاسة حركة الماوس بالشكل هذا، في احتكاك، في احتكاك احتكاك، ولهذا الكنترول اسهل في الحركة بدون صوت.
افضل بالنسبه لحركه الماوس. بالنسبه لحركه الماوس الشكل القديم اتوقع انه مو موجود. لازم تدخل على ليزر وعلى تختار ريجن اسيا وتحصل الشكل القديم اللي هو هذا. الشكل القديم هذا تحصله في الريجن حق اسيا، لكن اوروبا وامريكا ما تلقاه. هذه ممتازه جدا جدا جدا. نجي لنوعيه الان جديده اللي هي مصنعه تقريبا من البلاستيك المقوى. ثلاث طبقات. الطبقه الاولى زي ما شايفين ستاند قوي، هذا خشن عشان يمسك بالارضيه، ارضيه الطاوله او ارضيه الارض اللي انت بتستخدمها. وفي هنا زي ما شايفين في النص او مثل ما ينشاف في النص في بلاستيك مقوى، وفي الخاص بالسطح الماوس باد او البيس الخاص بالماوس باد. هذه خلينا نقول سبيد مش كنترول، سبيد. هذه حركة الماوس باد فيها جدا سلسة. انا من الناس اللي انا ما احب الماوس باد اللي فيها يعني فيها سبيد بزيادة، فهذا انا احب الكنترول. كنترول لعبي انا متعود على الكنترول. هذه زي ما شايفين الان هنا حجمها تقريبا ميديم او متوسط، له كبير بكسات زي منتجات سيريس، وله صغير مثل منتجات ريزر يعني. لا هذه خلينا نقول وسط. جدا ممتازه، ما اقول سيئه، جدا ممتازه. احدى منتجات ريزر او روائع ريزر صراحه. زي ما تشوفين باتل في 3 حركات. اي لاف يو باتل في 3، اي لاف يو. نروح للباص الثاني. نجي للماوس باد من ريزر، لكن المره هذه عباره عن ربل، لكن الربل هذا خلينا نقول مش سميك الا خفيف جدا، وسماكته زي ما انتم شايفين سماكته جدا جدا رقيقه، طلعت بيتزا يعني. ومخيط من الاطراف، مخيط بسطح الماوس باد. الماوس باد كبيره، بيج سايز زي ما شايفين، بيج سايز. الحركه فيها جدا حلوه للسبيد، الخاصه بالسبيد مش الكنترول، الخاصه بالسبيد زي ما شايفين، الخاصه بالسبيد. ما فيها كنترول ابدا، خاصه بالسبيد. تحتاج الى سطح طاوله خشن عشان تثبت عليه، لانها خفيفه مش ثقيله، لانها خفيفه جدا جدا خفيفه. سليب. انا انصح فيها، انصح بشكليتها او اي نماذج من شكليه هذه، جدا حلوه. لكن انا استخدمتها فتره ورجعت على القديمه سيريس. جدا ممتازه هذه. انا نزلت ولا العب عليه، نزلت عليها منتجات في اول باتل في 3. الماوس جدا حلوه، جدا حلوه. حركه فرضا الدراج شوت وحركه الكويك سكوب سريع يعني، جدا جدا سريعه. انا افضل مساحات كبيره للجد اللي يبي يلعب جد، فرضا يحتاج مساحات كبيره. هذه ممتازه جدا جدا جدا. مثل ما انتم شايفين الان قاعد اغسل الماوس باد الخاصه بالسيريس. لا تخافون مساله انها خراب الماوس باد، ان شاء الله انها ما في خراب، ما راح تخرب. الماوس باد بتعيش معاك. نظافتها يعني كل ما تغيرت عليك او كل ما حسيت ان الماوس باد ما في استجابه، حركه الماوس باد صار ثقيله، اغسلها. منها اول شيء خلينا نقول انتم عارفين مع حركه الفرد سفنج زي ما انتم شايفين حركه السفنج يطلع نفس الشعر هذا يطلع، فيزيد شوي خشونه الماوس باد. كل ما زادت خشونه الماوس باد زاد الكنترول. لا يهمكم شوف حركات في التنظيف، لاني عاده دائما انطق عشان اغسل المواعين الغسيل. مره خذ ولد يعني، ولد
الغداء وكلش علي يعني. يلا غسيل علي هاتوا هاتوا. لا شوف شوف بعد أسبع أسبع. يا بشكل هذا لو بغيت فرضا تنشفها علقها تعليق بحيث انه ينزل المويه بسرعه. بالنسبه للموسفد الصلبه زي ما شايف ما يبي لها حاجه يعني زياده، يبي لها بس حك خاف عارفين الوساخه زي الحين عضوة الاكل توكس اكل هذا يلزق فيها، بس مجرد انك تنظفه او فرضا بالسفنجه او هذا بس تمر عليها مرور بحيث انها تمسحها مسح وتعودها المره تغسلها وتنشفها وبالصحة والعافية إن شاء الله. نرجع الآن للستاند وخلنا نقول الستاند الخاص بالمعصم. أنا أنصحه بزيادة اللي ما عنده يبحث يبحث، موجود في أمازون أتوقع أو إي بي، بتحصل الموس باد اللي يجي معها الستاند هذا ممتاز جدا. حركة المعصم تكون في حيز معين ما في مجال للخطأ، بتتعود عليها في البداية راح تحس بتعب لكن بتتعود عليها. وغير كذا لازم ندقق في الفيت الخاص بالماوس، الفيت أو الأقدام الخاصة بالماوس العادية. بعض الناس يشتري ماوس باد جديدة وعنده الأقدام بالمسحة فرضا ويلعب يقول يا أخي ما تحكمت ما تعلمت يعني على الماوس، حسيتني ماش حس إنها سيئة جدا الماوس باد. لا لازم تتأكد إذا كان هذه المسحة لازم تفكها وتخيلها. تباع في إي بي وتباع في أمازون الأقدام الخاصة بستيل سيرياس أو لوجيكتيك أو ريزر كلها تباع بالشكل هذا، تغير تفكها وتغير بالشكل هذا. يعطيكم العافية، أتمنى إني أفدتكم. إن شاء الله بأستمر إن شاء الله في شغلات الشروحات، عسى الله ينفع فيها وينفعكم إن شاء الله. يلا سلام عليكم.